طيب كده احنا خلاص قطعنا الولد بتاعنا على المقاس اللي احنا شايلناه 4 سنتي ونص، وقطعنا دي كلها حاجات احنا خلاص بقت بدائيه احنا عرفناها كده. احنا المفروض هات كده معلش يا باشمهندس هنا كده، احنا المفروض نخش. طب انا عشان اخش هنا دلوقتي حضرتك واخش برد بتاع الميه، شايف الفراغ ده؟ شايف الفراغ ده؟ اي تسريب ميه من الولد ده حضرتك، يعني اي تسريب ميه من الولد هتلاقي الميه خرجت من الجوان نزلت لك في البلاطه، دخلت لك على البلاطه الثانيه هنا، نزلت لك بلاط تحت الارض جوه الحيطه، بهدلت لك الدنيا تحت في الحيطه بتاعتك. طيب يبقى احنا نعمل ايه؟ حته اسمنت ابيض بجنيه، احلقم اسمنت ابيض كويس، اسمنت ابيض يديني حلقمه كويس، يبقى انا اكتفيت وانتهيت من التسريب بتاع الجوان، وممكن اركب والجوان يسرب مني وانا مش واخد بالي. المشكله تبان امتى؟ لما تحصل لك عند عميل تحت الدنيا بتنقط او بتاع او كام. لا اسمنت ابيض وظيفته انه بيمنع الميه، عشان كده هم بيلحموا بيه البلاط ده. فاحنا قلنا هنلحم هنا اسمنت ابيض دلوقتي، على شيء دي حته اسمنت بجنيه بتوفر لك 100000 جنيه في الحمام بتاعك انت كلفته فيه مبالغ سيراميك وسباكه والكلام ده. فهنبص مع بعض دلوقتي ازاي احنا بنحلقمه اسمنت ابيض. معلش في شوية مية رش ظهرك كده كويس. طبعا احنا بنحط حتة شوية مية رش، حتة اسمنت ابيض والله ما بتكمل جنيه ثمنها، ولكن بتديني وظيفة جامدة جدا. اهو بص الحلقمة دي كده، معلش يا عم احمد معاكم ماشي هنا؟ لازم ولا بد من حلقمة الاسمنت الابيض. لازم ولا بد من حلقمة الاسمنت الابيض علشان التسريب. اهم حاجة ناخد بالنا من حتة الايه؟ التسريب دي، علشان هي مدفونة جوه منها فيها. وادي عندي التواليت اهو، لو هي سربت من فوق هتلاقي الاسمنت الابيض خد المية ونزل على بره، ما تنزليش جوه البلاطه. كذلك الامر في القاعده هنا في المانيجه ال 90 مللي، لو في تسريب فيها لا قدر الله، الجوان عض مني، الجوان حصل فيه اي خلل، الاسمنت الابيض هينطر لي الميه على بره، مش هيوقعها في السيراميك. ارجو تكون المعلومه وضحت. دي معلومه ب 100000 جنيه ثمنها 1 جنيه اللي هو ثمن حته الاسمنت اللي احنا عملناه دلوقتي. ده احنا خلاص اهو حلقنا الاسمنت الابيض كويس، وقفلنا اي فراغ الراجل بتاع السيراميك سايبه. احنا برضو ملناش دعوة ان بتاع السيراميك او لا، احنا ما نرميش اخطائنا او لومنا على حد. لا احنا اهو كده انا بقفل دنيت الدنيا معايا تمام تمام تمام. اغسل بقى معلش. عنا كده طيب كده خلاص احنا عملنا الحلقمة الاسمنت الابيض. في بقى سؤال مهم جدا 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 جدا، وبنفضل نتكلم فيه في كل فيديو، وبنقول المقاس المسمار كام يا اسطى محمد؟ الطبيعي ستاندرد مقاس المسمار يكون معايا 33 سم زي ما سيبتك شايف كده بالظبط. المسمار ده لو وطي بقى على 28 غلط، بقى على 35 غلطين، بقى على 40 ثلاث غلطات. الطبيعي الستاندرد يديني 33 سم. خليك فاكر المقاس ده عشان احنا هنحتاجه منك في اخر الفيديو ونساله سيادتك فيه في السؤال. هنا 33 سم علشان بيديني ارتفاع الليفل بتاع التواليت 40 سم. ده 33 سم عشان يديني ليفل التواليت في النقر 40 سم. دكاتره الجهاز الهضمي بتقول لك له مقاس معين، مش اي مقاس يركب عليه وخلاص. كده احنا خلاص عرفنا المستجدات بتاعتنا، على الطلقه بتاعتنا بتبقى مايله زاويه 45 لتحت، كذلك الامر 45 لتحت. اراجع بالمتر بتاعي او بتاع الباشمهندس. عندك؟ لا اهو خلاص اهو اراجع كده. احنا بقى بنعمل مراجعه عشان كله يخش مره واحده. 9 سم 3 مللي، وهنا 9 سم 3 مللي. اروح لك جاي مدخل الولد اللي احنا قطعناه على المقاس بتاعنا باذن الله. بسم الله سنة سيليكون. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا خلاص ركب الولد ده، ونركب الولد ال 90 مللي. سنة سيليكون، شحم نباتي، اي عامل مساعد، بس ابعد عن البريل واي مواد دي كيميائيه. كده انا خلاص ركبت حاجتي. كده انا المفروض يخش معايا التواليت معايا مستريح جامد جدا. الرانكيت تاني يا عم احمد. اهم حاجه بقى دي، انا في اي قاعده بركبها لوحدي دي لازم يكونوا اتنين مع بعض.
ما ينفعش واحد لوحده، واحد لوحده مش هتيجي معاه اطلاقا بالمره. ليه؟ عشان واحد يكون ماسك الالانكي من هنا وواحد ماسك الالانكي من هنا. الالانكي التاني معاك؟ ماشي، بص على الاحمر كده. انا بقى ايه، بحاول اظبط الالانكي بتاعي في الخرم، وعم احمد بيظبط الالانكي بتاعه في الخرم عشان نخش باتنين الانكي. واحد الانكي هيتعبك، انا بقول لك هيتعبك. انا اجيب لك كشاف يا، بس عايزه تأني شويه، هدوء شويه. الفيديو طبعا احنا بنقطعه وبنعمل له مونتاج وبنكمله علشان الفيديو ما يبقاش طويل، عشان نوصل المعلومه بسهوله وباقصر وقت ان شاء الله. وصلت؟ تديني كده يمين وركب شمال. بص الالانكي الناحيه الثانيه كده يا باشمهندس، الالانكي بتاعي ركب اهو هنا، والانكي ركب هنا علشان اخش ربطه مره واحده. احط سنه سيليكون ان هو يجري معايا الجوان، والجوان ما يخشش معايا على العاصي. كذلك الامر سنه سيليكون، ونسمي الله. بص قبل ما نركب، هي بتاخد وقت في التركيب، لازم تجيب بالظبط الملي في القعده دي بالذات، بيفرق غير الديورا ستايل، غير اي قعده ممكن تركبها يكون فيها ايه سنه زياده او سنه اقل، مش هتفرق معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. سيبها لي، خش خش. طبعا احنا عملنا الاختبار بتاع، لا سيبها لي، سيبها لي خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بص يا فائد، سيبه لي، تعالى انت من هنا، سيبها لي، تعالى انت من الناحيه دي، شيل انت كده عم احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ماشي الانكي وقع مش مشكلة. كده انا دخلت عندي اهو الخبرين. ظهرك يا فائد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني، سيبها لي، سيبها خالص. لا لا سيبها شيء. عندي هنا الولد الأربعة عروسة، في سنة مشكلة. طيب نطلع تاني. بص بقى ده احنا بنتكلم فيه، ما تستعجلش، أنا عندي فيه مشكلة سنة في الأربعة عروسة، هنطلع ونتجاهلها، ناخد الأربعة عروسة لبره، أركب واحد بره واحد جوه، مفيش فيها أي مشكلة. تعالى هنا يا عم أحمد. يرفع على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. خش تعالى اوطى شويه، اوطى اوطى. بس ما ترقصش هناك، ادخل ارفع شويه لفوق. لا لا لا، بص بص العادة مش عدلة من هنا. طيب يطلع تاني على مهلين، على ما فيش حد يجي ورانا، واحدة واحدة. لا اطلع تاني. بص يا فؤاد، عايز تبقى داخل عدل ما ترقصش من هنا، ماشي؟ ايوه زي ما انت داخل. بس ثواني بقى، خش سيبها لي. الولد ما دخلش. اطلع تاني. الولد ده بتاعها؟ اه. ده مش كوع اربعة بوصة ركب كده و... ماشي. راحت. ارفع تاني. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع. اطلع اطلع. على مهلك واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لحظة، اطلع تاني. الخبر ده خرج بره. ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعة، استعجال هتدمر. اطلع بره خالص. استعجال هتدمر الدنيا. خابور اتحرك من مكانه، هنحاول ندخله مكانه ان شاء الله. اطلع فين؟ اطلع حسب. سيبها الارض، سيبها الارض. بسم الله الرحمن الرحيم.
احنا بس بنوريكم العذاب بتاعها بمونتاج وبدون مونتاج ان شاء الله. يا بابا بسم الله نعمتك. خلي دمك تكون ايدك عندها هنا تمام. بقى ايدك عايز تبطى شوية لتحت. ايوه ايوه شوية لتحت. هل اجيب لك حاجة طويلة ولا كتير ترفع بقى لتحت تشرب بقى لتحت؟ ايوه خش كده يا عم احمد من تحت. خلي القعده من تحت كده الضغط. ايوه بتيجي. ايوه ايوه يا سلام. من فوق بقى لفوق تيجي. ارفع لفوق انت. ارفع لفوق. ارفع 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 بس. ارفع بس. بس شفت الرزعه دي؟ حمل ايدك بقى. ايدك بص انا عايز مسمار. مسمار ماسك في الارض. ارفع بقى لورا. بص يا صديقي بص 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 اهي تمام. هتبص على تحت. ايوه ايوه هي لو حضرت تنزل سنه تحت. بص لك حضرت تنزل تخش سنه. بص من كده عشان احنا عاملينها خالصه بس. بس لا مش هتحرك كده. يلا يلا اطلع فين يا عم احمد.